صلاة الاستخارة، حبيت نسألك على صلاة الاستخارة، كيفاش تتصلى وما هو دعاؤها وأوقاتها؟ معناتها فما شكون يقول لك قبل قرار مصيري في حياتي حبيت نتقرب من ربي ونصلي صلاة الاستخارة باش نعرف. شنو شروطها الصلاة هذه وكيفاش كيفاش كيفاش يجيك القرار معناتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو نبداو الساعة بالناس هذوما اللي يحاول يسأل سؤال ويعرفها فيها بديهية، لكن هو يحاول ربما يلقى يقول لك ربما فما فتوى، يقول لك مهما كان، وهو تلقاه ساعات في غموض ويستنى في الشيخ يزيد يا يدفعوا للقدام يا يقول له ارجع لتالي. فهالناس هذوما نعاونهم ونحاول نقولوا لا راهو مهما كان ربش يقول لك لا، خاطر ساعات مرات تبدا الشيخ ربما في ظروف خاصة ربما يسهى ويقول لك اللي تحب عليه انت تسمعه، فما تحاولش يعني، لكن الأسهل نحاولوا نطولوا بالنا ونعطوهم الجواب. اليوم في قضية صلاة الاستخارة عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. ديما ماذا بيه الإنسان في أمر هام جدا، مش في أمور دين، أمر اختلط عليه الشيء، يعني نمشي نخرج اليوم ناخذ الخدمة هذه ولا الخدمة هذه، يعني حاجتين مباحة، عندئذ أستخير الله، يعني نطلب اللي هي صلاة ركعتين بالسورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله واحد في الركعة الثانية، هذا مستحب. تتصلى هذه الصلاة في وقت النافلة، وقت اللي تحل فيها النافلة تصلى، صلى مثال بعد الظهر، صلىها في الليل بعد صلاة العشاء، المهم واجب الشيء جايز. ثم بعد ما تصلي هذوما الركعتين هذوما تدعي ربي بدعاء الاستخارة. هالدعاء هذا اللي يحفظه يدعيه وهو ساجد، واللي مش حافظه يكتبه ويقولوا بعد ما يسلم يخرج من الصلاة يحطه قدامه يقرأ الدعاء المشهور، تكتبه في الانترنت موجود دعاء الاستخارة: اللهم من يستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا عقد وتعلم ولا أعلم، اللهم أنت علام الغيوب. ثم تذكر الشيء: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه تقول شنو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبتي أمري، اللهم فيسره لي. والعكس كذلك: إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به. تدعي هذا الدعاء وتتوكل على الله، ما تبقاش تستنى تقول حتى لينجاوبني ربي، رد بالك. فما ناس يقولك ربي تو يجاوبني في المنام، ما فماش. احنا عندنا في الدعاء إن كنت تعلم أن فيه خير فيسره لي، مش فأجبني في المنام. برشا ناس تستنى في المنامات، معناتها شنو تلقى روحك من غير ما تشعر منشرح منشرح صدرك وفرحان وكل شيء لاباس، والا ماشي باش تخطب لبني وعملت دعاء الاستخاره بوها قالك بنروح، تمشي لامها امها تقولك ماناش قابلينك، تمشي لامك امك تقولك لا يا وليدي لو حلينا منهم اش تحب اكثر منك، هاو صرفك ربي عليها فارضى بيه، مش تقول لابس سيف اي نهربوا وش تهرب. اذا تسكرت الابواب، اذا كان فيه شر فاصرفه عني واصرفني عنه، وثم واقدر لي الخير حيثما كان، يا ربي رضيني بالشيء هذا، خاطر الساعات وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من واحد يقولك هذه البنية حياتي معه وحياتي معه، ويجي نهار يقولك كرهت النهار اللي عرفتها فيها مثلا، صحيح، فما نعرفوش الغيب. لذلك ادعي ربي، تيسرت لك الأمور توكل على الله. ماشي أنت تخطب لبني انهارتها ما فماش وما ضرب متاع تاكسيات اش تعمل، نقول تسكرت البيبان؟ لا، مشي خذ كار، مشي باش تاخذ الكار تحت طمبان، زيد خذ حاجه اخرى، مشي على رجليك، يعني ديما حاول. كي يقول لك برا روح وفاه ما نقبلوكش اكاو وصلت للاخر، ديما حاول نقولوا ديما بالك شفاء خير ربي بس الخير في غيرها أي. يعني ثم حاجه اخرى كذلك، ما نستنوش المنام، لان الناس الكل تصلي وتستنى المنامة ويشوف في المنام حاجه يولي تخذ بعضها. من واحد يحكي لي يقولي مشيت عملت استخارة على بني ومشيت رقدت في المنام، شوف السؤال نتاعي، قال لي في المنام شفت خنزيره وغاطسه في الواحد، ياخذ اش معناتها؟ معناتها تحب تقول هي خنزيره؟ يعني شوف العباد وين ماشيه، الكلام غلط، شكون قال لك هي خنزيره؟ هذيك اضغاث واحلام. اذا ما نبدوش ناولوا، ما فماش منام في الاستخاره، ما عندها حتى دخل. تلقاك ضربتها بالكسكسي قبل بالضبط، يعطيك الصح ضربها بالكسكسي، اي نعم، وتجي اضغاث الاحلام.